ارجع لك تاني، وهل في تواصل لسه مع الفنان محمد صبحي؟ وبتتكلموا بتفكروا طبعا. في حاجات تانية تعملوها ولا؟ هو مبدئيا انا عمتي الفنانه هناء الشربات، ففي ايه ده صله، بجد؟ ففي صله طبعا مع، هو انا بقول انكل صبحي اصلا، يعني انا طالعه كده اقول استاذ محمد صبحي، الفنان محمد، انا اصلا متعوده اقول انكل صبحي. انا بالنسبه لي دي كانت معلومه جديده، ان الفنانه القمر الجميله هناء الشربات دي الرهيبه عمتي، دي امي مش العسل عمية، يعني هي مربياني، عمتك. هي اللي مربياني فعلا بمعنى كلمه مربياني. فطبعا احنا علاقتنا الاسريه معاه من زمان جدا، من اول يعني من اول مواعيد كده، وهو موجود في حياتي يعني. وفي معلومه تانية ما اعرفش تعرفيها ولا لا، انا ايه عملت بقى؟ مسرحيه الهمجي، كان عندي 6 سنين وقفت على مسرح في مسرحيه الهمجي، كانت برضو مامتي الفنانه سعاد نصر، وهو في مسرحيه الهمجي. صدقي صح. فبدايتي معاه كانت المسرح قبل ونيس، ده انت من وانت انا صغيره معاه من خالص، زمان انت يعني. خلاص. فلما جينا نعمل ونيس، فقلت له انا معاك بقى، هو عارفني بقى وكممثله، عارفني مربيني. ف يعني انت اللي طلبتي معاه قلت له انا هبقى معاك في لا، ونيس؟ هو قال هيعمل مسلسل وعايز 4 يعني بنتين وولدين والمواصفات وكده، فهم قالوا له يعني عمتي وكده، طب ما تاخد هدى، يعني ما انت عارف هدى وبتاع كده. قال لهم تيجي على الاستوديو واعمل لها كاستنج ما كانش بقى وتمتحن فيه في وسايط وسط كل، والكلام مفيش ده، وسايط، مفيش تمتحن الكلام ده. وتقف وشوف قدام، هي اشتغلت مسرح اشوف قدام الكاميرا هتبقى عامله ازاي، اوكي. وانا لسه مش فاهمه اي حاجه في الدنيا يعني. رحت وعملت فعلا كاستنج، كان في بنات كتير جدا، عارفين ان في مسلسل ضخم داخل وكده، وبنات كتير من سني، وامتحنت زي ورحتي زيهم وقفتي وما وخدني الحمد لله في الاخر. وقفت وقعدت يوم كامل، يوم كامل عشان اصور، عشان يتعمل لي كاستنج عشان ياخدني او ما ياخدنيش بس. وابتدت ونيس وابتدى مشواري الفني.